مهندس عمرو عبد الرحمن سيف مدير المركز فليتفضل. مهندس عمرو سيف مدير مركز البيانات التبادلي للدولة. هو مركز بيانات موحد للدولة بيعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات، وبيقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة بتسمح بزيادة الموارد وفقا للاحتياجات، وكمان بيدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. بيعد المركز يا فندم أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط. المساحة الإجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 45 فدان. تم تنفيذه بشكل محصن وأنشئ له خصيصا محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجا وات، ومجهز بأحدث الأنظمة والمعدات لضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة. المركز الصميم يا فندم ليستوعب جميع المنظومات بالمركز الرئيسي، صالة الخدمات الحكومية المغلقة جي كلاود، وصالة خدمات المواطنين بي كلاود، ده بالإضافة إلى صالات ضخمة مجهزة بمواصفات عالمية، وذلك لجذب استثمارات مقدمي خدمات مراكز البيانات العالميين، واللي بيساعد في توطين صناعة مراكز البيانات. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.